وهكذا أيضا لمن قدم من حج أو من عمرة. جاءت هذه آثار ذكرها السيوطي في رسالة التهاني. أما في مثل هذا القول رمضان كريم، هذا لا تهنئة لا لك ولا له، هذا إخبار أنه كريم، ما حصلت تهنئة ولا دعاء لك أن الله يتقبل منك، ولا دعوت له أن الله يتقبل منه، فترك هذا أولى. والتهنئة في أوله ما نعلم لها أصلا، ويكفي أن الإنسان يفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.